دكتور هشام عزمي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وانا الحقيقه هبتدي بس بتعريف للساده المشاهدين عن معلومه لابد ان يعني ندلي بها في البدايه، انك بتنتمي الى عائله فنيه كبيره وراقيه جدا. انت ابن الفنان الكبير الاستاذ محمود عزمي، والوالده كانت الاستاذه الكبيره الفنانه القديره عايده كامل. الله يرحمها. يعني ماذا اكتسبت منهما؟ لا، اكتسبت حاجات كتير، لكن يمكن ونحن في يعني في اطار الثقافه والاعلام انا هذا المبنى وهذا الاستوديو اللي بنجلس فيه الان يعني حضرت فيه صبايا يعني تصوير لمسلسلات كثيره جدا، حضرت فيه تسجيلات كثيره لهذا المسلسل الاذاعي الشهير عائله مرزوق. ايوه، نشات في عائله تقدر الثقافه، والد قارئ نهم بيذهب بابنه في سن 11 إلى الفجالة ليقتني له 3 كتب لنجيب محفوظ، ليست أي كتب، عبث الأقدار وكفاح طيبة وردو بيس في سن 11 سنة. عائلة يعني كان فيها العلاقات الفنية بين الزملاء في الوسط الفني كانت علاقات راقية جدا. سعدت برؤية الشخصيات اللي أنا براها على الشاشة، سعدت وكنت محظوظ أن والدي في فترة من الفترات كان مدير لإحدى الفرق المسرحية، فرقة المسرح الحديث. أيوة. فكان حضوري للمسرح مكثف. السينما أنا بدي حضرتك يعني الخلفية تكونت برضو إزاي. حفلة العاشرة في سينما مترو، الفيلم الأجنبي كل يوم جمعة كان مقدسا. فباختصار عائلة، إلى جانب أنها يعني نمت الذائقة الفنية والثقافية، شاهدت وعشت ماذا يعني فعلا زمن الفن الجميل. قول لي بقى اسمك ايه؟ أنا عندي ولد صغير قدك كده اسمه مدحت، بيروح المدرسة. أنت بتروح المدرسة؟ أنت مش عايز ترد عليا ليه؟ اسمك حسن؟ يبقى هشام. ممدوح تعالى حبيبي. نعم يا ماما. خد يا حبيبي الدم دي. حاضر. مالك يا ماما؟ انت تعبانه؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه، روح انت خلص الواجب بتاعك. لا يا ماما، انت عينيك لسه عمر، هي بتوجعك. لا يا حبيبي مفيش حاجه. طب ما تستريحي دلوقتي وبكره بيشتغل. تقدر تخلص الواجب بتاعك تخليه لغايه بكره؟ لا خلاص، انا كمان لازم اخلص ده النهارده. ليه؟ هو واجب واكتر يا ممدوح. طب اما نشوف مين اللي يخلص الاول.